أفضل غسول للبشرة، هيفتح البشرة ويزيل الجلد الميت ويوحد لون البشرة، وكمان هيعالج الحبوب وأثرها. أفضل غسول للبشرة ممكن تستعمله وتصنعوه هو غسول اللاكتيك أسيد. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح لكم طريقة عمل غسول اللاكتيك أسيد بالتفصيل. هنتعرف أولا على فوائد غسول اللاكتيك أسيد، طريقة الاستخدام الصحيحة ومحاذير الاستخدام، المواد الفعالة بالتفصيل، وكمان قائمة الأدوات المستخدمة علشان تقدروا تصنعوا وتبدأوا مشروعكم التجاري في مستحضرات التجميل. كمان هنتعرف على خطوات التصنيع بالتفصيل، وكمان إزاي نصمم استيكر احتراف. في النهاية طبعا سؤال الحلقة، وقبل ما نبدأ اسمحوا لي ارحب بيكم وقول لكم اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وتركيبة جديدة من تركيبات كورس صناعة مستحضرات التجميل المجاني. في البداية، ايه هو بقى اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك؟ واحد احماض الالفا هيدروكسي اسيد، وده مصنع او مشتق من اللبن وما يعرف في بعض الدول بالحليب. بيمتاز ان له خصائص مقشرة ومرطبة للبشرة، ويعني شائع استخدامه في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة زي السيرم اللي احنا شرحناه قبل كده هنا في القناة، وكمان نقدر نقول ان هو لطيف مقارنة بالاحماض الاخرى، ومناسب تقريبا لاغلب انواع البشرة الا لو كانت البشرة حساسة لحمض اللاكتيك. لو عايزين تعرفوا اكتر عن اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك هتجدوا لينك المحاضرة كاملة اسفل الفيديو. طيب احنا ليه هنستخدمه في غسول اللاكتيك اسيد، وايه فوائد هذا الغسول للبشرة؟ اولا لان المقشر بيحتوي على حمض اللاكتيك، فده هيقشر الطبقة الخارجية من الجلد، فطبعا ده هيزيل الجلد الميت، وطبعا لما يزيل الجلد الميت هيدلنا بشرة اكثر نضارة واشراقة وحيوية، يعني اللي هيشوفك هيسألك على سر جمال بشرتك. كمان بيعمل ترطيب للبشرة بعكس المقشرات الاخرى اللي ممكن تسبب جفاف للبشرة، فهو بيعمل على جذب الرطوبة للجلد والحفاظ عليها، فبالتالي هيخلي المنتج بتاعنا مناسب للبشرة الجافة أو البشرة المعرضة للجفاف. كمان بيساعد طبعا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل ظهور التصبغات الجلدية والبقع الداكنة والكلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو كأثر جانبي لوجود حبوب البشرة أو حب الشباب، فبالتالي هيحسن من مظهر البشرة العام ويوحد لونها. وطبعا نتيجة ان هو بيعمل تقشير للبشرة، فده هيخلي بشرتنا ناعمة ونضرة، وده طبعا هيقلل من ظهور المسام الواسعة والخطوط او التجاعيد الدقيقة او التجاعيد المبكرة في البشرة، وطبعا هيساعد على مكافحة حب الشباب، او يعني هيساعدنا في علاج حب الشباب لانه بيعمل تنظيف للمسام وتقليل للالتهاب، وكمان هيساعدنا في علاج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء اللي كلكم بتسألوني عنها في التعليقات. كمان طبعا بيحفز انتاج الكولاجين، فده طبعا هيدي لبشرتنا مرونة وهيأخر من ظهور التجاعيد ويقلل من ظهورها ويحسن مظهر البشرة بشكل عام، يعني هيخلي بشرتك كأنك بالظبط حاطة فلتر. علشان نصنع غسول اللاكتيك أسيد لتفتيح البشرة وزيادة نضارتها وعلاج حب الشباب وكمان تأخير التجاعيد، هنحتاج بيكر، سباتيولا، قطارة، ورق لقياس البي اتش او جهاز قياس البي اتش على حسب متوفر عندكم، عبوات التعبئه والاستقراط طبعا، واكيد هنحتاج لكمامه وجوانتي، ولازم طبعا يا جماعه ما تنسوش السكارف لتغطيه الشعر. طيب ايه هي بقى المواد الفعاله اللي احنا محتاجينها، وايه فايده كل ماده فعاله؟ علشان نصنع غسول لاكتيك اسيد هنحتاج طبعا للماء المقطر، والماء المقطر زي ما انتم عارفين خالي من الاملاح والمعادن والكلور والبكتيريا اللي ممكن تكون موجوده في ميه الحنفيه، وده طبعا هيضمن نقاء وجودة المنتج بتاعنا. كمان هيساعد في ضبط البي اتش الخاص بغسول اللاكتيك أسيد لتفتيح البشرة، كمان هيحسن من استقرار المنتج بتاعنا وهيعمل على دمج المواد الفعالة المستخدمة في صناعة غسول اللاكتيك أسيد لتفتيح البشرة. ومن المكونات اللطيفة اللي هتعمل ترطيب لبشرتنا أثناء استخدام هذا الغسول هو هيدروسول الألوفيرا، وده هيرطب البشرة بعمق من غير ما يسيب طبقة دهنية كده أو ملزقة لما بنستخدمه في مستحضرات التجميل. كمان بيقلل من الالتهاب وممتاز تهدئة البشرة بعد التقشير أو التعرض للشمس. كمان له خصائص يعني مطهرة مضادة للبكتيريا، فطبعا ده هيقلل من ظهور الحبوب ويهدئ من البثور الملتهبة. كمان هنحتاج ان احنا نستخدم بروبيلين جليكول، والبروبيلين جليكول ده بيعمل على جذب الرطوبة من الهواء لسطح الجلد، فطبعا ده بيساعد على ترطيب البشرة بشكل مستمر. كمان هنا هيستخدم ككارير او
ناقل للمواد الفعالة، فيساعد على امتصاص المواد الفعالة زي الأحماض والفيتامينات اللي موجودة في الغسول بتاعنا، وهيدي الغسول بتاعنا ملمس كده ناعم وسلس، ويساعد على دمج المواد الفعالة وثبات التركيبة. كمان هنستخدم الفيتامين اي، وعلشان تعرفوا اكتر عن الفيتامين اي هتجدوا اللينك المحاضرة اسفل الفيديو علشان ما اطولش عليكم. كمان هنستخدم صوديوم لاكتيت، وده ملح الصوديوم المشتق من اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك، بيعتبر من افضل المواد المرطبة والامنة في منتجات العناية بالبشرة، فهو هيساعد على ترطيب البشرة لانه بيجذب الماء للجلد بفاعلية اعلى من الجليسرين نفسه، وهيحافظ على نعومة البشرة ومنع جفافها بعد استخدام الغسول اللي هيعمل تقشير للبشرة وتفتحها، بالإضافة إنه هيدعم الحاجز الواقي للجلد وهيخلي بشرتنا أكثر مرونة وحيوية. وطبعا الكي انجريدينت أو المكون الأساسي في الغسول بتاعنا هو حمض اللاكتيك، وهتجدوا لينك المحاضرة أسفل الفيديو في شرح كامل عن هذا المكون. كمان هنحتاج عشان نعمل غسول اللاكتيك أسيد البانثينول، والبانثينول ده مرطب عميق بيجذب الرطوبة من الجو ويحافظ عليها داخل الجلد، فيرطب البشرة ويديها ملمس ناعم ومرن. كمان هو بيهدئ البشرة وبيهدئ الالتهابات الجلدية، وبيساعد على تجديد خلايا البشرة وبيدعم الحاجز الواقي للبشرة. أكيد هنستخدم مادة حافظة، وعلشان تعرفوا أكتر عن المواد الحافظة هتجدوا لينك المحاضرة أسفل الفيديو بيتم فيها شرح المواد الحافظة ونسب استخدامها وبنستخدمها في إيه بالظبط، ياريت تطلعوا عليه. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد في عالم تركيبات مستحضرات التجميل عشان تبدأوا مشروعكم التجاري. كمان هنستخدم نياسينامايد، وده بيعمل توحيد للون البشرة ويفتحها ويقلل من البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب. كمان بيدعم الحاجز الواقي بتاع البشرة وبيقلل من الالتهاب والإحمرار وبينظم الإفرازات الدهنية للبشرة، فبالتالي هيمنع انسداد المسام وهيقلل من لمعان البشرة الدهنية، بالإضافة إن هو بيعمل على تقليل مظهر المسام الواسعة. وعشان كمان نضمن ان الغسول بتاعنا مش هيجفف البشرة هنستخدم معاه الهيدروسول بتاع الالوفيرا، خلاصة الالوفيرا. وخلاصة الالوفيرا بتعمل ترطيب عميق وفوري للبشرة، كمان بيعمل على تهدئة الالتهابات والاحمرار خصوصا بعد التعرض لأشعة الشمس او المقشرات زي حمض اللاكتيك الموجود عندنا في الغسول بتاعنا. كمان بيعمل على تحفيز انتاج الكولاجين وبيساهم في التئام الجروح الصغيرة، وبالاضافة ان هو مضاد للبكتيريا والميكروبات فهيساعدنا في تهدئة حب الشباب، بالاضافة انه هو في مجموعة من الفيتامينات اللي بتغذي البشرة وبتحسن مظهرها العام. كمان هنستخدم البيتاين، وده هيساعدنا في تكوين رغوة ناعمة كده تنظف البشرة من غير ما يحصل اي جفاف او تهيج، بالاضافة ان هو ما بيزيلش الزيوت الطبيعية للبشرة، بالعكس ده بيخلي المنتج بتاعنا مثالي للبشرة الجافة او الحساسة، وبيقلل من تهيج المواد المنظفة الاخرى، بالاضافة ان هو بيحسن قوام المنتج بتاعنا وبيخلي الغسول امن للاستخدام اليومي. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن المواد الفعالة المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل هتجدوها في كورس اساسيات صناعة مستحضرات التجميل على القناة، هتجدوا لينك الكورس اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ايه هي بقى تركيبة غسول اللاكتيك اسيد لتفتيح البشرة وازالة حب الشباب؟ اولا التركيبة بالنسب هنحتاج الى 34.5% من الماء المقطر، 30% من هيدروسول الالوفيرا، 4.5% من البروبيلين جليكول، 2.5% من صوديوم لاكتيت، 1% من البانثينول، 2% من نياسينامايد، 1% من الفيتامين اي، 1.5% من خلاصة الالوفيرا، 2% من اللاكتيك اسيد، 1% مادة حافظة، و 20% من البيتاين. التركيبة بالجرامات هنحتاج الى 34.5 جرام من الماء المقطر، 30 جرام من هيدروسول الالوفيرا، 4.5 جرام من البروبيلين جليكول، 2.5 جرام من الصوديوم لاكتيت، 1 جرام من البانثينول، 2 جرام من نياسينامايد، 1 جرام من الفيتامين اي، 1.5 جرام من خلاصة الالوفيرا، 2 جرام من اللاكتيك اسيد، 1 جرام من المادة الحافظة، و 20 جرام من البيتاين. خطوات تصنيع غسول تفتيح البشرة باللاكتيك اسيد. لو عايزين تشوفوا تركيبات تانية احترافية تقدروا تبدأوا بيها مشروعكم التجاري في مستحضرات التجميل من البيت هتجدوها في كورس صناعة مستحضرات التجميل المجاني على القناة، بيحتوي على العديد من التركيبات الاحترافية، لينك الكورس أسفل الفيديو في صندوق الوصف.
أولاً طبعاً هنغسل ونجفف ونعقم كل الأدوات المستخدمة وعبوات التعبئة وسطح التصنيع. هنلبس كمامة وجوانتي وما ننساش نغطي شعرنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. هنجيب بيكر بقى من اللي احنا مجهزينهم، هنحط فيه الماء المقطر وهنضيف له هيدروسول أليفيرا ونقلب كويس جدا. بعد كده النياسين مايد وبرضه نقلب كويس جدا، ثم البنتينول ونقلب. بعد كده هنضيف البروبيلين جليكول ونقلب والصوديوم لاكتيت ونقلب. نخلي بالنا ان احنا بعد إضافة كل مادة فعالة لازم نقلب كويس جدا عشان نضمن اندماج المكونات. بعد كده هنضيف خلاصة الألوفيرا ونقلب كويس جدا، هنضيف الفيتامين اي ونقلب كويس جدا، ثم البيتاين واللاكتيك اسيد وبرضو بعد كل حاجة فيهم هنقلب كويس جدا، واخيرا المادة الحافظة ونقلب كويس جدا جدا جدا. كده المنتج بتاعنا جاهز، بس لسه له خطوتين. لازم اولا نقيس البي اتش الخاص بيه غسول اللاكتيك اسيد لتفتيح البشرة، والبي اتش بتاعه من 3.5 ل 4.5. طب احنا لو قصناه وكان البي اتش مش مظبوط طبعا هنضطر الى ضبط البي اتش، وعشان تعرفوا اكتر ازاي بيتم قياس البي اتش واعاده ضبطه هتجدوا لينك المحاضره اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بعد ما اتاكدنا من قياس البي اتش وظبطناه كده، غسول اللاكتيك اسيد لتفتيح البشره بتاعنا جاهز. هنعبيه في العبوات اللي احنا معقمينها وغسلينها كويس جدا، وبعد كده ما ننساش ان احنا نضيف الاستيكر على العبوات بتاعتنا. وعلشان تعرفوا ازاي تصمموا استيكر احترافي لمستحضرات التجميل هتجدوا لينك المحاضره اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبة للتطبيق العملي للتركيبات هيكون متوفر على القناة على هيئة كورسات موجودة في خاصية العضوية، وحاليا متوفر كورس مكون من 5 منتجات للعناية بالبشرة ومنتج هدية للعناية بالشعر ب20 جنيه فقط. تقدروا تشتركوا الآن وتشوفوا الكورس والتطبيق العملي. ودلوقتي معاد سؤال حلقتنا، وسؤال الحلقة بيقول كم هو بي اتش غسول اللاكتيك أسيد للبشرة؟ وبالنسبة للكتب الخاصة بصناعة مستحضرات التجميل والتجميل غير جراحي اللي دايما بيسألوني عليها متوفرة على متجر القناة، تقدروا تشتروها وبيوصلكم نسخة PDF على الميل بتاعكم. ما تنسوش ان انتوا تقدروا تشوفوا طريقه عمل سيرم اللاكتيك اسيد على القناه، واللينك ايضا اسفل الفيديو. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من فيديو النهارده. دمتم بخير حال وحفظ الله احبائكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.